السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مشاريع الربح من الإنترنت، أنا مبتدئ، أنا لسه في ثانوية عامة أو في الجامعة وحابب إن أنا أبدأ أشتغل. أنا مبتدئ، ما عنديش أي فكرة، ليس عندي إلا التليفون المحمول فقط لا غير، ما عنديش كمبيوتر، ما عنديش الإمكانيات ولا أي شيء، لكن أنا حابب إن أنا أجرب وبسمع بقى على الإنترنت إن هناك ربح وإن الناس ممكن تشتغل. أعمل إيه؟ ده اللي أنا حابب أتكلم عنه في هذا الفيديو، إزاي أستخدم الهاتف المحمول التليفون بتاعي إن أنا أنزل عليه تطبيقات وإن أنا أبدأ أكسب بعض المال. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش حد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. لكن خليني اقول لك، لو انت بتشوفني لاول مرة في هذه القناة، احنا بنهتم بكل ما له علاقة بتطوير النفس، تطوير نفسك، تطوير مهاراتك، الربح من الانترنت. محاور القناة عديدة، منها كيفية انشاء قناة على اليوتيوب بدون الظهور بنفسك، وممكن كمان بدون صوت، يعني لا صوت ولا صورة، وهتشوف نماذج ناجحة وهتشوف ارباحهم كمان من خلال طرق سهلة جدا هتتعلمها بكل بساطة. ايضا لو حابب تتعلم ازاي تنشر كتب بمحتوى او بدون محتوى على امازون، عندنا على القناة اكتر من 100 فيديو في مجال نشر الكتب، ده بالاضافة الى مجال الافليت ماركتينج وميرش باي امازون، البرنت اون ديماند، ايتسي، ومجالات اخرى عديدة. ولو انا مكانك هاخد لفة في القناة واشوف كده هي بتتكلم عن ايه، وبعد كده اقرر اتابع ولا ما تابعش. وفقا طبعا لنوشن، انا هنا عندي في البروجيكتس بتاعتي فيديو النهاردة اهو بتكلم معاكم عن تطبيقات للربح من الانترنت، ولو جيت هنا على هذا الرابط هلاقي هذه الصفحة، ودي هسيب لكم طبعا الرابط بتاعها، وكنت بتكلم فيها في الماضي عن سواج بوكس وزين سيرفيز برايز ريبل فيتشر بوينتس. تعالوا نستعرض بسرعة ايه هي هذه التطبيقات اللي ممكن من خلالها اشتغل من خلال التليفون بتاعي، بنزل التطبيق وبشتغل. سواج بوكس، علشان بس اختصر عليكم الموضوع، هذا هو اكبر واضخم موقع ممكن تشتغل عليه 16 مليون زائر شهريا. طبعا ده رقم ضخم جدا. انا هقول لكم على التركاية بتاعتي كده اللي انا لازم من خلالها اعرف ان انا هشتغل على هذا الموقع ولا لا. انا عندي اكستنشن اسمه سيميلر ويب اللي انتم شايفينه هنا ده، وده انا بنزله مجاني، بثبته على الكروم براوزر من خلال، لو الموقع ده عنده ما يسمى sufficient data اللي هي بيانات كافية ان سيميلر ويب يعتمدوا، بيظهر لكم هذا الشكل وبيوريني هنا عدد الزوار وجميع الاحصائيات. انا طبعا لازم ابص على هذه الاحصائيات واشوفها عشان يعني كي يطمئن قلبي واقول انا هشتغل عليه ولا لا. انا هوريكم موقع تاني بيقول ان هو من 2007 هذا الموقع، بيقول ان هو دفع للناس من يوم ما بدأ 340,000 دولار، وان التوتال ممبرز بتوعه مقربين على 250,000، لكن انا شخصيا انا ما اشتغلش على موقع زي ده، والسبب ان سيميلر ويب هنا بيقول انا اسف انا ما عنديش sufficient data. دي طريقتي ودي استراتيجيتي، غيري ممكن يقول ما فيش اي مانع ان انا اشتغل عليه، لكن انا بقول لكم على طريقتي انا شخصيا. جيت على موقع جيت بيد 2، هلاقي ان عدد زواره 165,000، لكن ما فيش اي مانع ان انا اشتغل عليه. رقم 3 هنا شوفوا اهو، المصريين هم اكتر ناس بيدخلوا على الموقع بالترتيب رقم 3. لكن ما تنساش الموقع ده لو عدد زواره 156,000، سواج بوكس عدد زواره كام؟ 16 مليون.8، يعني مقرب على 17 مليون. ايضا من المواقع المحترمة جدا فيتشر بوينتس، وده موقع اهو عدد زواره مقرب على 500,000، يعني هو فيه هبوط وصعود. انا دي من المواقع اللي انا بحترمها جدا، بحترم سواج بوكس وفيتشر بوينتس. وانا هنا في الصفحة دي انا كنت متكلم عن هذا الموضوع في الماضي، وكان في فيديو قديم انا اتكلمت فيه عن الموضوع ده، وكنت كاتب هنا التفاصيل والاحصائيات، فانا برضه هسيب لكم هذا الرابط بصوا عليه. هنا مثلا ده جميل جدا اللي هو انبوكس دولارز، ده معروف جدا هنا في امريكا، لكن للاسف ده ما بينفعش الا للمقيمين في امريكا، فبرضه لازم اخلي بالي هل هذا التطبيق متاح لمثلا المصريين، للمغاربة، للجزائريين، للأردنيين ولا مش متاح. أيضا هناك موقع اسمه Offer Nation عدد زواره 50,000،
لكن معتمد من سيملر ويب، وده معناه ان هناك اناف ديتا وبيبينه لي، فده من الاشياء اللي انا احب ابص عليها. موقع اخر ريوردينج ويز، وده عدد زواره 575 الف زائر في الشهر، وخد بالك انا شوف الكيرف طالع ازاي، فبرضه ده من المواقع اللي انا ممكن لو انا يرجع بيا الزمن، زي ما دايما بقول لكم، لو يعود بيا الزمن الى الوراء وفي الثانوية عامة مثلا، يمكن لو انا بقى في الجامعة لا، انا هبدأ اشتغل على المشاريع الاخرى، اشتغل على كندل واشتغل على موضوع الفريلانسنج، ان انا اشتغل على حاجة زي Upwork وعلى Fiverr وخمسات، اشتغل في موضوع الترجمة، اشتغل اتعلم موضوع الانيميشن، مش هسيبه ابدا لو عاد بي الزمن. فالمشروع ده لو انا بقى لسه في ثانوية عامة في اعدادي، ويعني بدأت اسمع عن هذا الموضوع، طبعا على ايامي ما كانش فيه هذه الاشياء ابدا، فلو كده انا هبدأ ابص، ابدأ انزل حاجة زي سواج بوكس وفيتشر بوينتس، ابدأ بيهم وابدأ اشوف هل الموضوع فعلا هيبدأ يظبط معي ولا لا. انا حقيقة اسمع من ناس يعني ان ليهم اصحاب بيكسبوا من هذا الموضوع فقط لا غير، تقريبا في حدود 500-600 دولار في الشهر، يشتغلوا تقريبا في اليوم في حدود 5-6 ساعات، اكنه رايح الشغل 5-6 ساعات بيشتغل على موضوع السيرفيز وجميع الاشياء الاخرى اللي بيطلبوها منك. من وانا يعني صغير جدا في السن وانا كنت يعني بحدد هدفي، وانا اجي ان شاء الله كده في يوم احكي لكم بالتفصيل عن مجموعة نقاط في حياتي، ازاي انا كنت بحدد هدفي للفترة المستقبلية. انا كنت بعمل ده والله من وانا يمكن في ابتدائي، ودايما امي يعني ربنا يديها الصحة تذكرني بالموضوع ده، تقول لي من وقت التاني فاكر لما كنت في ابتدائي وكنت تقول لي كذا كذا. فهاجي في يوم احكي لكم كل هذه الاشياء ان شاء الله، وابقى احكي لكم عن هذه الامور والله، واريكم حياتي ازاي عبارة عن سلسلة من الاشياء العجيبة والغريبة سبحان الله يعني. لكن خلاصة القول ان ربنا سبحانه وتعالى لما بتدعي من قلبك وتجتهد ان انت عايز حاجة معينة ربنا بينولها لك ان شاء الله. الفيديو القادم على طول بعد ده هكلمكم عن حاجة انتم حابين تسمعوا عنها، الا وهي لو انا حابب افتح قناة بدون ما اظهر بوشي وبدون صوتي، يعني ساحر بقى ماجيك، ازاي اطلع في قناة لا بصوت ولا بصورة. ولو انتم يا شباب عندكم فكرة عن اي قنوات من هذه النوعية اكتبوا لي في التعليقات، ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو، هسيب لكم هذا الرابط. شكرا لكم، ولا تنسوا ان نسب الناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.